عندي عكاوي على النار اهي وكوارع بتتسلق. بص يا باشا دي عكاوي. بص يا باشا اهي. اهو. واللي معاك معاك ولا معايا ولا حاجه. اهو. شفت يا باشا الظلم والافتراء؟ ده توم فريش. زي ما هو كده. ايه تاني بقى يا باشا؟ تعالى معايا اهو. ما انا قلت عايز القلب الجامد. منك. يا شاغلني افني كده. احاول اشيل عظم بس انا مش عايز اشيل منه عظم دلوقتي. اهو يا خبر ابيض يا خبر ابيض. ايه ده؟ شفت الجمال والحلاوة يا باشا؟ اكيد حد طفى النور من ورايا. سيبها عشان لسه عزلها نصاية تانية. اهو سلولي سلولي نشوف مقاديرنا بقى. طاجن عكاوي وكوارع. حط بس حبة الزبدة دول يسيحوا. عندي ايه يا سيدي بقى؟ الكوارع مسلوقة. ده توم وبصل اهو. كرفس. طماطم. فاصوليا بيضة. كرات. فلفل حار. ملح وفلفل. جوز الطيب. بهارات مشكلة. مكعب مرق. زيت او زبدة. زعتر. كزبرة. قرنفل. اهو دي الحشة بتاعتي اللي هخش بيها بعد كده. دي اللي هنعملها بقى. ايه يا هضم دي؟ دي عايزة رجالة مية مية. ومين هيقدر عليها؟ قال لك مفيش حد يقدر عليها الا الكوكاكولا. زعتر. جوز الطيب. بهارات. كزبرة خضرة في الاخر وشوية الطماطم دول. كده هنعمل اكل بما يرضي الله. لا هو صح ولا شعوذة. التحبيشة دي لازم تموت. لازم تتبل حلو قوي في النار عشان نقابل بيها. ادي حبة الملح. حبة الفلفل. هنا بنزل الفاصوليا البيضاء اهي. عشان تشبع معايا من الصوص بتاعي. ده زي الطشه بتاعتها كده زي ما بيقولوا. اهو. عايزها مربى وعندي الطاجن بقاله 3 ايام في الفرن. الله الله الله. كده كله شغال. اللهم صل على النبي. هنا بقى ايه يا سيدي؟ العراء المثل التعصيجه بتاعت الايه؟ الهنا ده. اصحى اصحى بقى والنبي عشان خاطر الدنيا ليلت علينا. بص يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار زي الدم. كل التتبيله دي اهي.
شايفين الجمال والحلاوه دي؟ سيبيها تاكل، سيبيها تاكل في نفسها كده اهو، هندخلها الطاجن في الفرن وبراحتها للسنه الجايه. ايه يا راجل انت ده؟ طب ايه اللي انت عامله ده؟ مش عارف. شوف بقى الطاجن ده بيعمل ايه يا باشا. اسكت بقى عشان انت بقى وجعت قلبي معاك وانا بداري واخبي. سمعت دي؟ طب شفت دي؟ اهو حبيبي 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 يا رسول الله. امال يا باشا، امال يا باشا، امال يا باشا، حيرت قلبي معاك اللي بالي بالك. نلحق الفرن اهو. خلي بالك وانت بتشيلي حاجه عشان الشيء الامانه اهو.